زي النهاردة بالظبط الأزمة اللي فيها كنيستنا، بس طبعا انتوا جايز مش حاسين بيها لأنها على الفيسبوك. البابا شنودة كان غلطان، 40 سنة من التعليم كان غلط. أول ما الواحد اتهز في البابا شنودة اتهز في الكنيسة. احنا لما بنتكلم عن البابا شنودة ان تعليمه صح مش عشان شخصه، هو بين ايدين ربنا، لكن عشان الكنيسة. لما انسان مخلص للكنيسة ويجي يقول لك بابا شنودة كان غلط، طب ما اي شاب يقول لك طب ايش ضمني بقى ان البطاركة اللي قبله واللي قبله واللي قبله ده 117، كل واحد غير بمزاجه. مين بقى يقول لنا النهاردة الايمان اللي عندنا بتاع الرسل؟ كل واحد بيغير بمزاجه. فنضطر ان احنا ندافع عن البابا شنود. بولس الرسول عمل كده، يقول اني احسب اني لم انقص شيئا عن فائقي الرسل. فائق الرسل دول هما بطرس ويعقوب ويوحنا اللي هما الاعمده. تخيلوا ان بولس الجميل الوديع المتواضع يضطر يقول انا مش اقل من بطرس ويوحنا ويعقوب. ايه يا بولس بتقول كده ازاي؟ يقول ما هم عايزين يشككوا الناس في رسوليتي عشان يلعبوا بمزاجهم في الايمان. لما يجي واحد يقول لك ده بولس قال لنا كده، يقول لك بولس ايه؟ زيه زينا. لما نقول اتعلمنا من البابا شنودة، يقول لك بابا شنودة ايه؟ ده كان غلطان، ما عرفش الاباء، غلبان، ما كانش يعرف لغات. طب ليه بيشككوا في شخصه؟ عشان اللي يزرع زرعة وحشة يلاقي مجال. لكن لما يجي واحد يقول لهم لا ما استلمناش كده من البابا شنودة اللي هو موصل لنا من ماري مرقص، وانا واثق ان هو ايمانه مظبوط، ما حدش يقدر يزعزعني. فقبل ما يزعزع الايمان يزعزع مين سلمني الايمان. فيضطر بولس يقول لهم احسب اني لم انقص شيئا عن فائقي الرسل، ويقول لهم بنعمه الله انا ما انا، نعمته المعطاه لي لم تكن باطله، بل انا تعبت اكثر منهم جميعهم، ولكن لا انا بل نعمة الله التي معي. عامل زي اللي ماشي على الحبل. هو أنت اشتغلت كتير ولا نعمة ربنا؟ يقول أنا تعبت بس مش أنا، ده ربنا اللي اشتغل فيا. افهم إن في خلفية تاريخية، إن إحنا كنيستنا ماشيين على إيمان أثناسيوس وكيرولوس. البابا شنودة كان مثقف جدا وقارئ للآباء، وصدقوني يعني أنا أحيانا كنت أعتبر التفسير ده رأي شخصي للبابا شنود، وتزبد أن يكون واحد ليه رأي شخصي. يجي مع الوقت أقرأ ألاقي الكلام ده قاله زمان ذهبي الفهم، الكلام ده قاله زمان كيرلس الكبير، لأن كان يقرأ. بابا شنود كان يقضي نص الأسبوع في الدير. قاعد بيعمل إيه يعني في الدير؟ بيعمل ايه في الدير؟ بياكل يشرب. نص الاسبوع اسبوعيا طول عمره لغايه ما تنيح، ولغايه ما تنيح كان يقرا، وعنده مكتبه ضخمه. وهو كان يقول انا عندي ذاكره فوتوغرافيه، يعني لما اقرا حاجه احفظها ومش محتاجه اقراها تاني. هو كان عنده الذاكره دي. أنبا غريغوريوس اللي النهارده بيقول لك ده غلبان ما كانش يعرف لغات، كان يعرف 7 لغات. أنبا غريغوريوس ما كانش ينام. الناس اللي عايشين في أمبرويس، لأن قليته كانت في أمبرويس، يقول لك طول الليل النور منور وقاعد يقرأ. الناس اللي علمونا وربونا وتلمذنا عليهم كانوا ناس بيفهموا، مش يطلعوهم على آخر زمان. بعد ما تنيحوا طلعت الفيران من جحورها، تقول دول ما كانوش يعرفوا. امال لما كانوا عايشين ما كنتش عارف انت تتكلموا ليه؟ اوعوا حد يمشي في السكك دي. بابا شنودة حفظ الكنيسه ضد كل التيارات. المسيح استخدمه استخدام رائع جدا. 40 سنه كانت سنه تنوير مش ظلام فكري. اوعوا حد يمشي في السكك دي.